دلوقتي جمعنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في ختام الجولة 23 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444 هجرية 2023 ميلادية لاختيار الفائزين بالتأشيرات، وده بعد إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي. وتعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، وكمان توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج لأماكن تأدية المناسك وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة. النهاردة رابطة خريجي جامعة عين شمس هتطلق أمسية رمضانية مميزة بعنوان خان الزعفران بساحة الحرم الرئيسي للجامعة. الأمسية بتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة اللي هتبدأ الساعة 8:30 بالليل، وبتشمل سحور رمضاني وتخت شرقي لفرقة كلية التربية النوعية وكورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، بالإضافة للاستمتاع بعروض التنورة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ختام الجولة 23 من عمر المسابقة بلقاء بيجمع ما بين فريق فيوتشر مع فريق الاتحاد السكندري الساعة 9:15.